على إثر تداول مقطع فيديو عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك يبين فيه مجموعة من المنحرفين يقومون بالتعدي وتحطيم ملك الغير، والمتمثلة في تحطيم سيارة خاصة ملك لأحد الأشخاص كانت مركونة بمحادات مقر سكنه بحي شوبو باستعمال أسلحة البيضاء المحظورة. عملية التوقيف جاءت بعد استغلال وسائل تقنية الحديثة، تم توقيفهما رفقة الشريك لهما على مستوى ولاية عين تموشنت.